نعم، على الجانب الآخر مما ذكره زميلنا في قطاع غزة، طبعا على حدود إسرائيل قطاع غزة أو ما يسمى مستوطنات غلاف غزة، هناك استنفار أمني شديد مع تعزيز القوات المتواجدة هناك، إغلاق شوارع رئيسية كبيرة، نحو ثلث سكان منطقة غلاف غزة يرزحون تحت تقييدات شديدة لحرية الحركة، إضافة إلى منع خروج الناس من بيوتهم في تجمعات القريبة جدا من ناحية العوز وأيضا كرم أبو سالم أو ما يسمى كيبوتس كرم شالوم في الجنوب، وهو يعني التجمع السكاني الإسرائيلي الأقرب إلى منطقة قطاع غزة. طبعا وفق المصادر الإسرائيلية، تقول المصادر الأمنية الإسرائيلية بأن هنالك استخبارات دقيقة جدا بأن حركة الجهاد الإسلامي تنوي تنفيذ شيء ما، عملية ما، سواء عبر إطلاق صواريخ مضادة للدبابات أو إطلاق نار من قبل قناصين من قطاع غزة، أو أي عملية قد تستهدف حياة المواطنين الإسرائيليين في منطقة الجنوب الإسرائيلي والمنطقة الحدودية بين إسرائيل وقطاع غزة. وتقول إسرائيل بأن هذه الاستخبارات دقيقة جدا. إذن لليوم الرابع على التوالي هناك تقييدات شديدة على حركة، على حرية التنقل والحركة للإسرائيليين في الجنوب. اليوم قال رام بن براك من حزب أزرق أبيض، وهو رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيسة الإسرائيلي، قال بأن هذه الإجراءات الإسرائيلية الأمنية المشددة مستمرة لليوم الرابع على التوالي من أجل إعطاء فرصة للوسائل الدبلوماسية، طبعا بوساطة مصرية، من أجل إيقاع أو ثني حركة الجهاد الإسلامي من تنفيذ أي عملية ضد إسرائيليين. وهو يقصد بذلك طبعا بأن الوساطة المصرية تحاول عن طريق يعني حركة حماس التي تراها إسرائيل مسؤولة عن كل قطاع غزة، ويعني بين هلالين لديها السيادة على ما يحدث داخل القطاع، ترى فيها إسرائيل مسؤولة عن كل ما يحدث، وبالتالي أيضا أي حركة أخرى أو أي فصيل سياسي فلسطيني آخر يطلق صواريخ عبر إسرائيل، إسرائيل سترد عبر استهداف أيضا حركة حماس وليس فقط فصائل فلسطينية أخرى. هذه للمرة الأولى يعني تنتهج إسرائيل هذا النهج، وتريد الامتناع عن التصعيد الأمني، ربما لأنها حكومة بديلة، ونحن على أعتاب هنا على أعتاب طبعا انتخابات والدعاية الانتخابية على أشدها هنا، وأيضا يوم الأحد القادم هنالك ذكرى خراب الهيكل، من المتوقع أن يكون أيضا اقتحام للمسجد الأقصى المبارك. تحاول إسرائيل بهذا أن تفصل ما يحدث ما بين القدس وقطاع غزة وعدم إعطاء فرصة لتصعيد كبير. شكرا جزيلا.